أحسن الله إليكم سماحة الوالد. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو المقصود بالتوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم؟ التوسل بذات النبي أو بغيره حلف على الله وإقسام على الله، ولا يجوز الحلف على الله بمخلوق، لا نبي ولا غيره. يعني كأنكم ما فهمتم إلى الآن. نعم.